السلام عليكم شباب بريف 3 ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض اكيوميتيف تيست نمبر 7 تل ليسون 3 يونت 2 فرع الجبرا اند ستاتستكس نمبر 1 بيقول لي تشوز ذا answer انسر فروم ذس جيفن نمبر 1 بيقول لي اف اي 2 4 اند بي ار ان continued proportion زين اي بلس بي طبعا احنا عارفين ان الكونتينيود proportion ده اللي هو التناسب المتسلسل واللي احنا عارفين بنطبق الرول بتاعته اللي هو first تيرم اوفر second تيرم equal the second term over the third term equal the third term over the fourth term تعالى نعمل ده بقى يبقى a over 2 equal 2 over 4 عشان كده اسمه continued proportion لانه يعني انه بيبقى تناسب متسلسل عامل سلسله كده equal 4 over b هو عايز ال value بتاعت a وال value بتاعت b وبعد كده اعمل لهم عمليه sum addition مع بعض اجمعهم عشان نجيب a فهنقول 2 plus 2 أسف 2 multiplied by 2 over 4 2 multiplied by 2 4 4 over 4 equal 1 شنجيب الفاليو بتاعت B يعني معنا الراتيو دي هي اللي ثابتة معانا 4 by 4 16 over 2 equal 8 يبقى احنا معنا الفاليو بتاعت A 1 والفاليو بتاعت B 8 1 plus 8 equal 9 يبقى لتر دي اللي هي 9 نمبر 2 بيقول لي the middle proportional between 3 and the 27 عايز الوسط المتناسب ما بين 3 and 27 طبعا احنا عارفين ان ليها قانون بيقول positive or negative square root of 3 multiplied by 27 نجيب الكالكوليتر بتاعتنا ونعمل square root multiplied by 3 multiplied by 27 equal 9 يبقى هي الانسر 9 بس ما تنساش البوزيتيف والنيجاتيف اللي هي دي نمبر 3 بيقول لي if 7x1 over y are in continued proportion then x x سكوير y equal طيب طالما تناسب متسلسل يبقى نطبق الرول بتاعتنا يبقى 7 over x equal x over 1 over y طبعا ال y دي هنا كده في الدومينيتور تحت خالص تطلع فوق في النومريتور يبقى 7 over x equal x دوت ال y over ال 1

طيب عشان نختصر الموضوع ده بيقول لك ان البوينت ديت تقع على الخط المستقيم اللي معادلته او دلته 4x 5 احنا طبعا عارفين ان اي بوينت عباره عن اوردرد بير مكونه من اكس وواي فانا اقدر اشيل الاكس واحط مكانها 2 واقدر اشيل الواي اللي هي اف اوف اكس واحط مكانها a 1 تعالى بقى نعمل الموضوع ده الواي اللي هي a 1

طيب هنقول هنا 2 over 6 equal 6 over x plus 15 هنعمل طبعا عملية المينز والإكستريمز 2 multiplied by x plus 15 equal 6 multiplied by 6 اللي هي 36 أول حاجة هنعمل هنا divided by 2 وهنا divided by 2 يبقى x plus 15 36 divided by 2 18 ال 15 دي تروح هناك بالإيه؟ بالنيجاتيف يبقى x equal 18 minus 15 18 15 equal 3 يبقى letter C اللي هي 3 number 6 بيقول لي closed interval 2 and 7 minus opened interval 2 and 7 يعني عشان في طلبة كتير بتلخبط في الموضوع ده انت هتشيل كل النمبرز numbers اللي هي between 2 and 7 انت معاك هنا كده لو عملنا number line من اول ال 2 وال 7 ده closed ده كده وده كلوز ونوصل ما بين هو بقى بيقول لك شيل كله ما عدا ال2 وال7 لان دول opened فاحنا عايزين نشيل كل ده كل ده كل ده ديليت كده لو جبنا الجومه كده وعملنا له ديليت مع بعض هتلاقي مش هيتبقى لك غير ايه غير ال2 وال7 وطالما هما تو نمبرز بس فهتحطهم جوه 6 اقواس مجموعه يبقى ليتر دي اللي هي 2 اند 7 في نمبر 2 بقى بيقول لي if A, B, C and D are in continued proportion prove that AB B minus C, D over B squared minus C squared equal A plus B A plus C over B أول ما يقول لي continued proportion ديت أطبق فكرة السلسلة اللي إحنا اتعلمناها أقول له إنه A over B equal B over C equal C over D equal M M دي اللي هي الكونستانت عشان نجيب الفاليو بتاعت سي اللي هي دي ام عشان نجيب الفاليو اللي بي دي ام برضو بس سكوير وعشان نجيب الفاليو بتاعت اي دي ام ولكن كيوبيك تعال بقى نعمل عملية substitution نبدأ بالليفت هاند سايد هنشيل الفاليو بتاعت اي ونحط مكانها دي ام كيوبيك ملتبلايد باي البي الفاليو بتاعت بي دي ام سكوير ماينس السي السي الفاليو بتاعتها دي ام ملتبلايد باي الدي ملهاش فاليو اوفر البي سكوير البي سكوير اللي هي دي ام سكوير ماينس السي سكوير اللي هي دي ام كل ده سكوير تعالى بقى نعمل عمليه سمبليفاي كده هنا معانا دي تايمز دي تبقى دي سكوير ام كيوبك تايمز ام سكوير تبقى ام باور 5 ماينس دي تايمز دي تبقى دي سكوير وهنا تايمز ام الدي باور 2 تبقى دي باور 2 ام بار 2 بار 2 تبقى ام باور 4 ماينس هنا دي سكوير ام سكوير تعالى بقى اعلمك حاجه في عمليه السيمبليفاي دي دي سكوير ودي دي سكوير ودي دي سكوير ودي سكوير كلك يروح مع بعض كده يتبقى لك فوق ام بار 5 ماينس ام اوفر ام بار 4 ماينس ام بار 2 لازم تاخد هنا هاي كومن فاكتور هتاخد هنا الام هاي كومن فاكتور يتبقى لك لما تاخد من هنا ام يتبقى لك ام بار 4 وهنا ام اوفر ام ايكوال 1 وهنا هناخد ال M بار 2 هيكون فاكتور لما ناخد من هنا M بار 2 يتبقى لي M بار 2 ولما ناخد من هنا M بار 2 برضو يتبقى لي 1 لسه ما خلصناش هنا في النوميريتور M طبعا دي عملية فاكتوريزيشن ال M بار 4 دي تبقى M بار 2 ودي كانت سبيشال كيس M بار 2 وهنا ال 1 1 تايمز 1 ده نيجاتيف وده بوز اوفر m2 وهنا m2 1 طبعا دي كده هتروح مع دي ودي الm هتطير الاسكويرت بقى m بس يبقى في الاخير هيبقى m بار 2 1 over m لازم الرايت هاند سايد يطلع معاك كده تعال نشوف الرايت هاند سايد هيجي معاك كده اللي هو a c اوفر b طب احنا معانا الفاليو بتاعت a دي ام كيوبك بلس سي اللي هي دي ام اوفر البي اللي هي دي ام سكوير لسه قايل لك حاجه ان لما تلاقي في كل الاطراف كده دي 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 يروح مع بعض يبقى ام باور 3 بلس ام اوفر ام باور 2 هتاخد هاي كومن فاكتور في النوميريتور ام احنا بناخد اقل باور فيهم هو هاي كومن فاكتور لما ناخد من هنا ام يتبقى ام بار 2 لما ناخد من هنا ام تبقى ايكوال 1 اوعى تحط مك... اوعى تحط زيرو عشان في طلبه كتير بتتلخبط فيها وتعملها زيرو وفي في الدومينيتور هنا ام بار 2 طبعا الام دي هتطير الباور 2 يتبقى لك ام بار 2 بلس 1 اوفر ام يبقى انت معاك كده الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد ده الرايت هاند سايد يبقى تقدر تقول على طول ان نجيب الإكسامبل اللي قدامنا إن أ ب ماينس سي د أوفر ب سكوير ماينس سي سكوير إيكوال أ بلس سي أوفر بي كده أثبتنا الاكزامبل حله طويل شوية بس هو ما قدامناش غير الحل ده وده الحل كاملا كده قدامك عشان لو حابب تاخدوا سكرين شوت أو تقف الفيديو عليه كده نمسح بقى كل ده في إكسامبل نمبر 3 بيقول لي في أ to b to c equal 4 to 5 to 3 prove that a minus b plus c over a plus b minus c equal 1 over 3 طيب احنا ممكن احنا ديت كده في الاخير دي اسمها ريشيو والريشيو دي بتبقى في السمبلست فورم فانت ما تقدرش تقول ان a equal 4 او b equal 5 او c equal 3 ما تقدرش تقول كده لكن تقدر تقول ان a equal 4x وال equal 5x وال equal 3x كده انت حافظت على قيمة او الفاليو بتاعت النمبر بتاعك لكن لو قلت ان هو 4 غلط زي الريشيو ال بتاعت A over B equal half مش معناها ان ال A equal 1 وال B equal 2 لان هي ممكن كانت 5 over 10 ما ال 5 over 10 برضو equal half فالريشيو دايما بتبقى مكتوبة في السمبلست فورم فانا بقول هنا ان ال A equal 1x وال B equal 2x multiplied by any number بقى فتعالى بقى نعمل عملية substitution ان احنا نشيل ال A ونحط الفيديو بتاعت اللي هي 4x، ماينس الب اللي هي 5x، بلس الس اللي هي 3x، over الـA اللي هي 4x، بلس الب اللي هي 5x، ماينس الس اللي هي 3x. 4 5 1، 1 3 تبقى 2x. over 4 plus 5 9 9 3 تبقى 6 x طبعا هنا ال x دي تروح مع ال x دي يبقى 2 over 6 لو عملنا هنا divided by 2 وهنا divided by 2 equal 3 اللي هي 1 over 3 مع انتهى اكزامبل نمبر 3 اللي هو بسيط وسلس وطبعا ممكن تسمع حلول تانية في اكزامبل نمبر 3 لكن انا شايف ان ده ابسط حل فيهم في حلول تانية طويلة محبتش احل بيها فده ابسط حل فيهم من وجهة نظري اتمنى تكون فهمتوا وصل وصل, وصل لكم الفكره ببساطه وبكده يا شباب يكون انتهى معانا كوموليتيف اسسمنت نمبر 7 نلتقي ان شاء الله في تيست نمبر 8 ولتصل على الواتساب هيظهر قدامك الرقم دلوقتي او هو اوريدي ظاهر طول الفيديو هيظهر قدامك اسعار السيشنز الاونلاين دلوقتي اسعار شايف انها في متناول الجميع لو في عندك اي استفسار يا ريت لنا على الواتساب بس لو استفسار سريع هنقدر نرد عليه على طول ان شاء الله لكن لو حاجه هتحتاج سيشن اونلاين السيشن اونلاين دي مش لازم ان انت تكون معايا من اول الترم ممكن تكون معايا في نص الترم في اخر الترم حابب تحل تيست معين ريفيجن معين الدرس معين واقف معاك في مشاكل مجمع شويه مشاكل ما قبلك في الماس كلها حابب تحلها ان شاء الله السيشن دي هتفيدك بشكل قوي ان شاء الله ودعواتكم يا شباب ودعمكم طبعا باللايك وشير وسبسكرايب عشان نقدر نكمل في المحتوى ده ونقدر نطور منه ونعمل محتوى كامل مجاني يفيدك وبالتوفيق يا شباب وشكرا وسلام الله عليكم